المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. ورحب معي في ضيف حلقة اليوم وضيفي الأكثر تميزا لهذه الحلقة الدكتور المهندس مصطفى الجعار. بداية يسعد مساكم نورنا. أهلا وسهلا فيك، وهذا شرف عظيم إلي أنه تستضيفوني في هذه الحلقة حتى أقدر أعطي المشاهد لمحة عامة عن وضع البيئة في الأردن وماذا تعني البيئة لكل شخص في الأردن. نعم بالتأكيد، وإحنا طبعا مشرفنا لقائك معنا عبر قناة. أهلا وسهلا فيك. يعني كبداية لو بدنا نحكي بحق المشاهد يعرف عن حضرتك أكثر، على بدايات مشوارك دكتورنا، كيف بلشت ومتى بلشت هذا المجال؟ تفضل. أوكي. الواقع أنا كل دراستي كانت في ألمانيا من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبعد ذلك عملت في مكتب استشاري لمدة 10 سنين، وزي ما بيحكوا تعلمت كل شيء من الشركات الألمانية، تعلمت شغلات كتيرة، وبعد هيك كانت الحاجة ماسة إنه هذا الشيء اللي تعلمته اللي طبقته أقدر أطبقه في الأردن. وكانت بداية الانطلاقة إنه عملنا أول مشروع لإنتاج الغاز الحيوي من مكب النفايات الرصيفة، وهذا المشروع حتى ما زال بعد 20 سنة قائم وشغال وبنتج كهرباء. معظم المشاريع اللي بشتغل فيها لأن أنا تخصصت في إدارة النفايات تتعلق بكل ما يتعلق بالنفايات، سواء عملية الجمع والنقل، فرز النفايات، معالجة النفايات، تصنيع السماد العضوي، بناء مكبات النفايات، بالإضافة لمشاريع تانية مثل المياه الرمادية أو الإشراف على بناء مكبات النفايات إلى غير ذلك. طبعا موضوع النفايات الواقع موضوع شوي المواطن ما بيعرفش عنه كتير، بس من آخر دراسة وآخر مشروع عملناه في عملية جمع ونقل النفايات في الأردن، الطن الواحد بيكلف جمع ونقل بحدود 50 دينار، وهذا رقم مقارنة مع الأرقام الثانية في دول ثانية رقم عالي جدا. وكون كان إنه شو اللمسات الفنية اللي ممكن إحنا ندخلها في المشروع من حيث تحسين مسارات جمع النفايات ونقل النفايات، بحيث إنه الحاوية أو سيارة جمع النفايات تكون خاصة في المقاطعات الشمال، تقطع 40-50 كيلو لتكب النفايات اللي جمعتها، انه يكون المسار مثالي بحيث انه تجمع الطاقة القصوى المسموح فيها، الحجم المسموح فيه بأقل فترة زمنية، وهذا طبعا بقلل العبء على كاهل البلديات في التكلفة، لانه حاليا بلديات الشمال 90% من إدارة جمع ومخصصات النفايات تدفع في عملية جمع ونقل النفايات، وهذا يعني انه ما بيظل هامش اكثر مشان اجراء اي معالجة فنية للنفايات زي عمليات التدوير، عمليات الكومبوست، فرز النفايات من المصدر الى غير ذلك. هذا المشروع كان ممول من مؤسسة التعاون الالماني الجي اي زد، وطبقناه في 4 بلديات في إربد والرمثة والكرك والمفرق. حاليا عندي مشروع ببلش انطلاقته بعد أسبوعين مع بلدية الزرقاء، وهذا كمان ممول من الحكومة الألمانية والقطاع الخاص الألماني، مشان نساعد البلديات في عملية تصليح السيارات وعملية تحسين مسارات النفايات، وبالتالي الحصول على فعالية جيدة في عملية جمع ونقل النفايات. عندي مشروع تاني، واليوم رايح أجيب ألمان، نحن نجتمع بكرة مع وزارة البيئة، بسموها مسؤولية الملوث، يعني نحط نظام إنه الشركات الكبيرة اللي بتبيع تلفزيونات وأجهزة كهربائية أو مواد تغليف إنه هاي تتحمل مسؤوليتها لمشروع بده يتم تطبيقه بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة ودائرة الإحصاءات العامة، بحيث أنه يكون هناك في مسؤولية على المنتج، يعني المنتج المخلفات أو التعبئة أنه يتحمل مسؤوليته. وطبعا هذا يعني بشكل إشي رمزي، أنه هلا لو المواطن دفع 5 دنانير بالسنة على مواد التغليف الكاملة، يلي إحنا يعني كمنظر غير حضاري وين ما تروحي بتلاقي كياس البلاستيك مليانة وبالطائرة بكل محل، هذا حيكون يفرض
من قبل الشركة اللي بتغلف وبتبيع إنه هذا المبلغ هو لصندوق حماية البيئة من أجل عمل حلول لمعالجة مشاكل البيئة الموجودة في الأردن. هذا المشروع الثاني اللي بنطبقه حاليا مع وزارة البيئة، وطبعا يعني كمكتب استشاري بتقدم لمشاريع ثانية، أي مشروع بده استشارات فنية هندسية في هذا المجال كمان بنقدم عليه. وفي الفترات السابقة يعني عملت مع أكثر من مؤسسة دولية زي ACF، منظمة ضد الجوع، أو منظمة بوردا، مؤسسة الجائزة التعاون الألماني. بالنسبة لي شخصي أنا كان يعني معظم شغلي خارج الأردن في آخر فترة، لأن الوضع المالي سيء شوي، فكان عندي مشروع في جدة اللي هو إشراف على تشغيل وإدارة مكب نفايات جدة. كان عندي أيضا مشروع في فلسطين في الخليل، ممول من البنك الدولي على إنشاء مكب للنفايات طبعا بالطرق التكنولوجية والفنية الحديثة. هذه يعني جزء من الأنشطة اللي بنمارسها، وطبعا كل ما نزل أي إعلان كمكتب استشاري بتقدم له ونتأمل أنه يحصل عليه. هذا تقريبا لمحة عامة عن المشاريع اللي بنعملها. كل التوفيق لحضرتك. الله يخليك. يعني جزء كبير من الخبره تراكم مع خبره العمل، انه بشيك الواحد على الجريده، بشيك على عطاءات مواقع الشركات يلي بتطرح اعلانات، ومن ثم بصير تقديم انه بالمرحله الاولى اللي هي مرحله التاهيل بري كواليفيكيشن وكتابه العرض، وبعد هيك بيتم التقييم، وبناء على العرض المالي والفني بيتم حاله العطاء. حاليا كمان مقدمين مثلا على عطاء مع وزاره البيئه مع شركه المانيه بخصوص معالجه النفايات الخطره في سواقه، ونتامل انه الله يكرمنا في حل علينا هذه الاليه. ونس انه يعني مجرد ما نحل عطاء عليك بيبدا عمليه خطوات تنفيذ المشروع، بكون مع صاحب العلاقه او صاحب سميه صاحب المشروع اليه وفتره زمنيه تايم سكيدجول كيف بدي انفذ هذا المشروع، وبتتم هاي الخطوات. حاليا انا يعني عندي مهندسه واحده، واذا احتجت يعني ناس بتواصل معاهم في تنفيذ العمل، بس حاليا بمر بمرحلة حرجة حقيقة في مجال البيئة، انه ما في مشاريع كثيرة في مجال البيئة، وهذا بيعانوا منه معظم المكاتب الاستشارية الهندسية. بنتأمل انه الله يفرجها على الكل وتمشي الامور بطريقة افضل. تطور قطاع البيئة مقارنة مع البلاد العربية، أنا كنت قبل هيك يعني area manager بسموه مدير إقليمي لشركة ألمانية، فالواقع البيئة في الأردن جيد جدا مقارنة مع الدول الغنية اللي هي السعودية، إمارات، الخليج، سوريا. ولكن يعني كما تعرفي أنه دائما الإنسان بحاجة لتطور، كل يوم في تطور. بنتأمل أنه بالمرحلة القادمة يعني نتخذ خطوات أفضل في مجال معالجة النفايات والبيئة. لغاية الآن معظم نفايات الأردن باستثناء أمانة عمان بتم طمرها في مكبات نفايات، وهي مش مكبات فنية يعني سانيتري لاندفيل. لكن في الخطة الجديدة واللي هي توقعت مع وزارة البلديات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بدهم يبنوا 20 مكب نفايات صحي، بحيث انه هذه النفايات وما يتسرب عنها من مواد ضاره سواء عصاره وعناصر ثقيله انها ما تنزلش للمياه الجوفيه وتؤدي الى تلوث المياه الجوفيه. زي ما حكيت انه الاردن متطوره، ولكن طبعا بينقص الفلوس، وهي مشكلة بنعاني منها في كل القطاعات. حاليا الجهات الدولية المانحة الواقع بتحاول تدعم قدر الإمكان الأردن، وخاصة ضمن أخواننا السوريين ومشاكل اللجوء السوري، هذه زادت طبعا العبء على كاهل البلديات، بحيث أنه يعني الطاقة العادية في جمع النفايات والتخلص من النفايات، البنية التحتية، هذه كلها تأثرت، سواء صرف صحي، جمع نفايات، مدارس، كلها تأثرت. ومن هون يعني كثير من المؤسسات الدولية بتحاول تدعم الأردن في مشاريع البنية التحتية اللي تساعد البلديات على الوقوف على رجليها. نعم. الآن يعني من خلال خبرتك دكتورنا بهذا المجال، كلمة من حضرتك نصائح للخريجين الجدد أيضاً اللي مباشرين عملهم جديد، شو بتحب تحكي لهم؟ تفضل.
موضوع البيئة حقيقة موضوع مشوق، وإن كانت الظروف الحالية وظروف التعيين بس هذه بيعاني الكل منها. مستقبل البيئة مستقبل واعد، وإن شاء الله الله يعني بغير الأحوال إنه الوضع المادي يتبحبح. وبتأمل إنه نقابة المهندسين ووزارة الأشغال ما تحطش هذه الشروط المعقدة على المكاتب الاستشارية الهندسية. يعني خبرتي في ألمانيا مثلا أي واحد مخصص سواء شخصين بيقدر يفتح مكتب ويقدم استشارات فنية. الشروط اللي حاطينها عندنا شوي معقدة، يعني مثلا كفالة بنص مليون دينار، كفالة حسن تنفيذ، هذه لوحدها عبء بحد ذاتها. شروط اثنين في لازم يكون مسجلين في الضمان الاجتماعي، مكتب مساحة معينة، هذه كلها شروط تعقيدية بتحد من انه المكاتب انه اكثر مكاتب استشارية تفتح جديد. وبالتالي لما تفتح مكاتب اي مكتب بده مهندسين جداد وبقدر اعينهم. هذا يعني نصيحة انه بتأمل على القائمين واصحاب القرار انه ياخذوا هذا بعين الاعتبار. النقطة الثانية انه مجرد ما صار عند اي مهندس خريج بيئة فترة خبرة من 3 إلى 4 سنين، بتوقع حتى لو الكادر او امكانيات التعيين في الاردن صعبة هذا بكون سهل جدا انهم يلاقوا شغل في خارج الاردن. وهذا طبعا بيؤدي الى يعني يدخل دخل مالي للأردن ونقل الخبرة والمعرفة للبلاد العربية الأخرى. يعني أنا أرى أنه لو بدي أعيد الكرة مرة ثانية بدرس بيئة، لأنه البيئة حقيقة شيء جميل ونتعامل مع مايكرو أورجانزم في حجم البكتيريا 1 ميكرون. كيف هاي البكتيريا بدها تتحلل على وتتكاثر وتنتشر و تصنع من النفايات غازات ممكن استخدامها. يعني الموضوع شيق وجيد، وطبعا يعني البيئة هو يعني مجال متعدد يشمل التربة، يشمل الهواء، الماء، النفايات، هذه كلها هي تندرج تحت البيئة. وبالتالي يعني سواء تخصص محطات تنقية أو سوليد ويست، مجال نفايات صلبة أو مكبات نفايات، هذه كلها لها مستقبل واعد. أنا طموحاتي إنه يكون في توعية أكثر عند أصحاب القرار، عند المواطنين، إنه يتعاملوا مع النفايات بطريقة أفضل من هيك، وإنه يحس إنه هو أي واحد ممكن يكب نفايات في الشارع أو ما يحضرش النفايات في وقتها المعين. هذه بتغلب عامل النظافة إنه يجمع هاي قطاع النفايات. اثنين من الشغلات اللي بيشوفها كل واحد إنه وضع الحاويات بيكون منتشر بكل شارع، ولا في واحد بيحب تكون النفايات أمام منزله. في الدول الثانية في ألمانيا لا يمكن يسمحوا ترخيص أو حصول على إذن أشغال لما بيكون أي شخص عارف موقع حاوية النفايات، والنفايات هذا يعني جزء أساسي يومي كل طالما في حياة في إنتاج نفايات. وبالتالي لازم نتعامل مع النفايات إنه مصدر جيد ممكن نستغله، ممكن نعمله عملية تدوير، مصدر طاقة في مصانع الإسمنت، في عدة مجالات جديدة. فبس طبعا كل هذا ما بيتم إلا إذا كان هناك في تعاون بين المواطن، صاحب القرار، المؤسسات المعنية بهذا، ويكون في عندنا مؤسسات استشارية، مكاتب هندسية ذات كفاءة عالية اللي تقدر تعطي صورة واضحة عن كيفية التعاون مع وضع البيئة الموجود في الأردن. بالتأكيد نعم. وبنهاية لقائي طبعا بشكرك دكتورنا وأيضا مهندسنا مصطفى جعارة على اللقاء الجميل مع حضرتك، وأيضا بشكرك لدعمك لبرنامج لقاءات وحوارات خاصة. كل التوفيق لحضرتك. كل الشكر لكم، وأنا سعيد جدا برؤيتكم، وإن شاء الله نطلع على تواصل. أهلا فيك، شكرا.